عندي 3 كوبايات من الدقيق، كوبايه من الزبده اللينه، كوبايه الا ربع من السكر البودره، بيضتين فانيليا، معلقه بيكنج باودر، الحشو تفاح حلقات، وعندي كمان سكر وقرفه يعني حوالي معلقتين ومعلقتين كده، وعندي كمان صفار بيضه للوش ورشه سكر خشن كده برضو فوق الوش. اول حاجه قبل ما هبدا في اي حاجه عندي التفاح متقطع شرايح كده بالشكل ده، عندي هحط عليه معلقتين كده قرفه، حابين تزودوا القرفه اكتر من معلقتين على حسب ما انتوا تحبوا، وهحط حوالي معلقتين كده من السكر، تمام؟ معلقتين قرفه ومعلقتين سكر، وهنطرهم كده مع بعض بالشكل ده وهرفعهم على النار، تمام كده؟ دي اول خطوه هعملها، اهو تفاح شرايح هقوم حط عليه معلقتين سكر ومعلقتين قرفه وهقوم رفعهم على النار، وهقوم حاطه يعني بق ميه كده، يعني اللي هو بس ايه حاجه بسيطه خالص اهو، بس كده تمام بالشكل ده كده، ونبدا ايه ادي كده تقليبه بالشكل ده واسيبه على النار. هو مش هياخد، يعني عايزه اقول لكم الموضوع ده مش هياخد 5 دقائق، يعني لحد ما نخلص العجينه هيكون خلص، تمام؟ ادي بقى تقليبه كده واسيبه يتشوح. انا مقطعه شرايح، انتوا حابين تقطعوا مكعبات اعملوا اي تقطيعه انتوا حابينها، اهو مفيش يعني 5 دقائق بالظبط هقوم رافعه من على النار، تمام؟ اهو تعالوا بقى ايه نعمل العجينه اللي عندنا. هشيل السكر الخشن ده للوش، وصفار البيضه برضو هشيلها للوش، ونبدا في العجينه. اول حاجه عندي الزبده، هبدا ان انا اشتغل في الكبه، مش هشتغل ولا في عجان، الكبه احسن حاجه تعمل لي الوصفه دي، تمام؟ عندي الزبده، كوبايه الزبده هبدا ان انا احط عليها سكر البودره، واحط التلات كوبايات بتوع الدقيق هحط عليهم معلقه البيكنج باودر ورشه الملح، رشه ملح كده بسيطه، وهقلب البيكنج باودر مع رشه الملح اهو بالشكل ده، وعندي البيضتين بتوعي هحط عليهم فانيليا. تاني عملت ايه؟ حطيت صفار البيض والسكر الخشن اللي انا هعمله فوق الوش حطيته على جنب، والتفاح والقرفه والسكر، التفاح حطيت عليه معلقتين سكر ومعلقتين قرفه ويعني معلقتين ميه كده ورفعته على النار، والبيضتين اللي عندي حطيت عليهم الفانيليا، والتلات كوبايات دي حطيت عليهم معلقه البيكنج باودر ورشه الملح، وعندي الزبده كوبايه الزبده وكوبايه ربع بتوع السكر البودره حطيتهم في الكبه، وهديهم ضربه كده مع بعض قبل ما احط الدقيق. انا مش عايزه اضربهم قوي، انا عايزه الزبده تبقى محتحته كده عشان تبدا تدخل مع الدقيق. هحط الثلاث كوبايات دقيق المقدار كله مش بالتدريج، مع البيكنج باودر مع كل الكلام ده، وهبدا ان انا اضربهم مع بعض لحد ما يبقوا زي الرمله كده، تمام؟ بصوا ابتدى يتقل كده، يبقى بصوا عامل ازاي، شايفين؟ بصوا بقى عامل زي الرمله كده، الزبده داخله في الدقيق. هبدا برضو ايه احرك كده عشان لو في قطع زبده في ارضيه الكبه او حاجه، انا عايزه كله يختلط مع بعض، مش عايزه دقيق فاصل عن الزبده. بصوا بقى زي الرمله كده ازاي، هديله ضربه كمان قبل ما احط البيض بتاعي اهو. هبدا بقى بصوا هرفع كده الجزء ده
وهبدأ أنزل ببيضة بيضة بالفانيليا كده من فوق لحد ما العجينة كلها تلم عندي في حتة واحدة. فين الثلاجة أصلا؟ أنا كده العجينة عندي زي الفل. أول ما هلاقي العجان عندي ندف والعجينة كلها اتلمت في حتة واحدة كده زي ما أنتوا شايفين أهي كده تمام، كده تبقى بالنسبة لي العجينة تمام. بصوا تبقى قوامها طري جدا وناعم جدا اهو، بصوا اهو، في نفس الوقت ايدي نظيفه مش يعني ولا طالع معايا قطعه عجينه ولا اي حاجه اهو. طلع كده كل العجينه اللي عندي اهو، بصوا الكبه طالعه نظيفه زي الفل. دي كده مقدار العجينه عندي تمام. هاخد منه جزء تمام، هحطه كده على جنب، ويفضل الجزء ده ممكن تحطوه في الفريزر بس يعني ايه يشد شوية اهو. وهبدأ ان انا اديني بس ثانية هقوم منفضة القرفة عشان جت في العجينة. بصوا انا التفاح خلص كده معايا، بصوا شايفين عامل ازاي، تعالوا نبص عليه بصة كده. بصوا انا التفاح كده تمام جدا، الحشو ده خلص تماما معايا. بصوا التفاح طري شويه تمام قوي كده، هرفعه من على النار، انا بالنسبه لي كده زي الفل. خلاص هرفعه بقى من على النار واسيبه على جنب، يفضل طبعا ان احنا نشتغل فيه بعد ما يبرد، بعد ما الحشو يبرد. هجيب صينيه بتاع التارت او اي صينيه موجوده يعني عندكم، وهبدأ ان انا افرد العجينة عندي ما بين كيسين تلاجة او ورقتين زبدة. مهم الموضوع ده جدا عشان نعرف نشيلها، ولان العجينة كلها زبدة فمهم جدا الموضوع ده. اهو هبدأ كده ايه افرد كده الشكل ده، وهبدأ افرد العجينة. حاضر اجي بس اوسع الدنيا كده شويه، ممكن اجي لك كده تبقى انا احسن شويه، ايه رايك ولا لا؟ انا عايزه بس ادي تقليبه للفريك قبل ما نفرد. بصوا السوائل بقى ابتدت تتشرب، بسيبها بقى على عين هاديه كده لحد ما كل السوائل بتاعت الفريك تتشرب عندي تمام. وغطي كده وتعالوا بقى ايه نكمل فرد. احنا دلوقتي ايه يا سلام بقى، ماشي نبدا نفرد الشكل ده. مهم نفرد زي ما قلت لكم ما بين كيسين ثلاجه او ورقتين زبده عشان تعرفوا تفردوا كويس وتشيلوها كويس وتتحكموا فيها كويس. لو عاملاها على الرخامه مش هعرف اشيلها، احطها في القالب بتاعي او الصينيه بتاعتي مش هتظبط معايا خالص، فخدوا بالكم من النقطه دي. العجينه ناعمه جدا فيها مقدار كبير زبده، فيعني الحركه فيها بتبقى صعبه لو انا مش حطاها على ورق زبده او كيس. اهو هبدا كده افرد سمك وسط، ولا رفيع يعني خالص ولا برضو تخين، واحاول اساوي كده كله زي بعض اهو. هبدا كده اشيل الورقه اللي من فوق، وهبدا اجيب الصينيه بتاعتي تمام بتاعه التارت او اي صينيه موجوده عندي، وهبدا ان انا ايه احط كده اهو، همسك دي كده من تحت وابدا انزلها على الصينيه اهو. بصوا اهو
واشيل بقى دي بالشكل ده كده، وهبدا بقى بصوا من الاطراف كده اسقط اهو بالشكل ده بالراحه خالص، لان العجينه عندي طريه، لو فيها حته حتى اتقطعت مفيش ولا مشكله هقول لكم. خلاص طيب هنيجي بقى عند الاطراف اهو، بصوا بسكينه كده او باي حاجه يعني هبدا ان انا ايه اساوي الاطراف دي واشيل الزيادات. تمام كده اهو، لو عندي بقى مثلا حته زي دي مثلا، بصوا بصوا الحته دي مثلا اهي، اقوم حاطه لها حته عجينه ولا يحصل اي حاجه اهو، هظبط كده لحد ما اساوي كل الاطراف بالشكل ده. تمام كده هنبدا بقى ايه نجيب الحشو اللي عندي اللي يفضل ان احنا نكون سيبناه يبرد اهو، وابدا ايه احطه عندي بالشكل ده. حابين بقى تعملوا عليها شكل الباستا فلورا التقليدي اللي هي الشرايط تقدروا تعملوا كده، حابين تعملوها اشكال انا هعملها كده ايه بالقطعات اشكال قلوب ونجوم والكلام ده اهو. هوزع كده الحشو، في ناس بتحب الحشو يبقى كتير يعني طبقه كبيره، على حسب بقى ما انتوا بتحبوا زودوا قللوا على حسب ما انتوا حابين، اهم حاجه بس ايه نفرد الحشو كده نوزعه بالشكل ده في الارضيه كلها، ونبدا بقى ايه نجيب بقيه العجينه ونبدا نفرد برضو بين كيسين تلاجة كده ونعمل أشكال ونعملها من فوق الوش.